السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف موقع اسمه سلايد سبيك. ده بيخلي البرزنتيشن بتاعك اقوى. ممكن يكون عندك باوربوينت او ملف وورد او ملف بي دي اف، تقدر انت ترفعه له وتقدر تقول له انا عايز يبقى جودة اعلى، عايزك تلخصه لي، عايز اسألك في بعض الاسئلة، فتعمل شات زي شات جي بي تي كده لكن في الملف ده بس. تمام. طيب نبدأ ان احنا نجربه. رايت فور فري، بيقول لي ارفع الملف سواء بي دي اف او وورد او باوربوينت او اكسل، المهم مساحته ما زادتش عن 50 ميجا. فانا هنا هقول له ارفع الملف دوت. واقول له اوبن. اول حاجه بيعملها بيرفع الملف، وبعد كده بيبدا ان هو يقراه كويس كأن طالب بيذاكر، وبعد كده يقول لك انا جاهز اجاوب على الاسئله. طبعا انت تقدر ترفع عدد كبير من الملفات، وممكن بعد كده تقول له كرييت برزنتيشن، اعمل لي برزنتيشن من الملف اللي انا رفعته لك، فيبدا يعمل لك ملف بي دي اف عايزه من 3 ل 8 شرايح او من 8 ل 12، وحط لي صور. بيقول لي اكتب الحاجة مثلا بي اي ام. طبعا كل ما تكتب اكتر كل ما يكون موجه بشكل افضل، يعني اكتب له جملة كده بتشرح البرزنتيشن عن ايه. تمام. نيكست. بيقول لك الشكل الخلفية، اعمل كاستمايز للشكل بتاع البرزنتيشن. فالموضوع ده سهل جدا وبسيط. اي كتاب عندك عايز ان انت تعمله برزنتيشن ممكن من خلال الموقع يبدا ان هو يعمله لك. فبدا اهوت عمل البرزنتيشن وسموه لي بشكل كويس. اقدر ارجع في اي لحظه للملف دوت وابدا اساله، اقول له اعمل لي اهم النقاط الموجوده، الخص لي اختصار معين، اساله اي سؤال زي ما تسال شات جي بي تي. يعني ممكن تقول له الكلمه دي معناها ايه، اشرحها لي، اوصفها لي، وهكذا. وزي ما انتم شايفين الموقع ممتاز جدا ويوفر معايا وقت كتير. طيب السعر بتاعه كام عشان ناس كتيره بتسال اي حاجه؟ اهو برايسنج بتدوس عليها، فبيقول لك بقى سعر الفري بلان. ابلود وان فايل، تقدر تسأل أسئلة لا نهائية للملف ده بس، مدعم من شات جي بي تي 3.5. لو بريميوم اللي هو يبقى $20 في الشهر، تقدر ترفع 50 ملف وهكذا. فأتمنى الموقع يعجبه إن شاء الله.